نحن من هنا المجتمعين في جمهورية مصر العربية ندين العدوان الإسرائيلي العسكري على أرض فلسطين، ولا نقبل إبادة الشعب الفلسطيني، ونطالب أن تكون دولة مستقلة ذات سيادة. ونحن كرجال دين إسلامي ومسيحي نطالب بحق الفلسطينيين في أراضيهم، ونحن مع هذا الحق إلى النهاية. وفي الختام نشيد بالمساعي والجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول إلى حل يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وحياته ويحقق السلام والاستقرار. وأشكركم جميعاً لحسن استماعكم.